مش سر على رجالات الدولة متاعنا اليوم، لأنه بعد هذا الكل قررت باش أترك الخدمة. نعم أي نعم نعم الخدمة. أي أترك الخدمة بموجب الحد العمري وسنة الله في خلقه، لأني كبرت أكثر من اللزوم، والحمد لله اللي قدرني باش قدمت الكثير وأعطيت الكثير، والأيام بيننا وسيثبته التاريخ. قررت أن تنهي خدمة وقتاش معناها؟ وقت السيد الرئيس يقول لي برا، طلبت منه، أطلبت من رئيس الدولة أن ينهي، وقابلته يوم السبت وقبل مطلبي. شفويين ولا طلبت الاستقالة؟ لا كتابي. كتابي كتابي، لأنه أول حاجة بموجب الحملة هذه ولا لا 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 لا، بموجب الحجز العمري و وكم معناها الإنسان لازم شي زاد يخصص الروح والعائلته. معناها اللي نجم نقوله الآن، الفريق الأول رشيد عمار طلب الاستقالة. لا 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 لا، مش استقالة، أنا لا أستقيل. طلب انهاء اللي يستقيل، الاستقيل هو اللي يهرب امام الصعاب، ومده تقلدي للمسؤوليه لم اهرب امام الصعاب، وما هربتش امام الصعاب، وكان ما نجحتش الثوره راني من بين الاموات اليوم، مش من بين الاحياء. وقت النظام بدا، لانه مازال عندك شويه وقت. لا مازال عندي، مازال عندي، لانه تعطينا في سكوب كذا حتى كما عنديش وقت نزيد. لانه نهار 15 جانفي 2011 تونس تشكو نقص واحد، هي نقص الحريه. الامور الاخرى ما نقولش لي بارفيت، اما الامور تمشي، بلادنا انظف، اقتصادنا